السلام عليكم. درسنا لهذا اليوم القطع النقدية. سنتعرف في هذا الدرس على المصطلحات الرئيسية التالية: نقود، قطع نقدية، قرش جمعها قروش. النقود يا أول هي التي ندفعها ثمنا للأشياء التي نشتريها، كالتي ندفعها لشراء الحلوى مثلا. عندما نذهب إلى البقالة نعطي الرجل نقودا لكي نحصل على الحلوى. إذن النقود هي التي ندفعها ثمنا للأشياء التي نشتريها. قديما يا أول، قبل اختراع النقود، كان الناس يستخدمون طريقة معينة اسمها المقايضة، حيث كانوا يتبادلون السلع مع بعضهم البعض. فمثلا المزارع لو أراد الحصول على الخبز أعطى الخباز كمية من الثمار، ولو أراد الحصول على الثياب أعطى النساج كمية من الخضروات. وهكذا، وبمرور الزمان أدرك الإنسان أن طريقة المقايضة غير مريحة، فاخترعوا فكرة يستخدموا فيها شيئا رمزي يتفقون على قيمته، وهي ما نسميه اليوم العملة أو النقود. فاستطاع المزارع الحصول على الخبز بإعطاء الخباز بعض النقود، ويستطيع الخباز يا أول شراء ما يريده مستخدما النقود التي أخذها من المزارع. وتوجد النقود في صور معدنية أو ورقية، وهي تختلف من بلد إلى آخر. والآن هيا يا مكتشفون لنكتشف معا ماذا نشاهد في هذه الصورة. أبدعتم، إننا نشاهد قطعا نقدية. هل فئاتها متساوية يا أول؟ أبدعتم، إنها ليست متساوية، فلنبدأ من اليسار إلى اليمين، من الأصغر إلى الأكبر. الآن ما نوع هذه القطعة النقدية؟ إنها من فئة القرش واحد، واحد قرش واحد. الآن ما اسم هذه القطعة النقدية؟ خمس قروش. أبدعتم، هل هي أكبر أم أصغر من القرش؟ إنها أكبر من القرش، فهي تحتوي على خمس قروش. والآن ما اسم هذه القطعة؟ أبدعتم، إنها العشر قروش، وهي أكبر من الخمس قروش ومن القرش، فالعشر قروش تحتوي على القرش وتحتوي على الخمسة أيضا. أبدعتم، خمسة زائد خمسة يساوي عشرة. أبدعتم، الآن العشرة هل هي أكبر أم أصغر من هذه القطعة؟ لنرى ما هذه القطعة. إنها قطعة الربع. أبدعتم، ربع دينار، وهي تساوي قيمتها 25 قرشا، يعني 10 قروش. 10 قروش 20 زائد 5 25. أبدعتم، وهذه القطعة إنها 50 قرشا، نصف دينار تساوي 50 قرشا، وهي أكبرها يا أول، وهي تحتوي على 5 عشرات وعشرة خمسات وربعان وخمسون قرشا. صفقوا لأنفسكم يا أول. سأعود إليكم.